بحييكم مشاهدينا ايكوز مثل كل ثلاثة وخميس بهالوقت او ابكر شوي بيطل عليكم. انا ناطرة اتصالاتكم على 04-444-444 مثل العادة لحتى تشاركوا معي وتربحوا الجوائز القيمة يلي بتكون دايما ناطرتكم. خلوني قبل ما اخذ اتصالاتكم خبركم انه مولود جديد بالعائلة الملكية السويدية للاميرة مادلين، وكان اكد البلاط الملكة بالسويد انه الاميرة وضعت مولودة الثاني يوم الاثنين وهو ذكر، وتم الإعلان على الموقع الرسمي على الإنترنت أنه الأميرة يلي عمرها 33 سنة وهي الرابعة بترتيب ولاية العرش، ومولودة يلي بحل سادس بترتيب ولاية العرش، اثنيناتهم بصحة جيدة. وكانت رزقت الأميرة مادلين وزوجها المصري في كريستوفر أونيل بشهر شباط الماضي بطفلتهم الأولى وهي كانت بنت واسمها إليونور. أول اتصال مع اليوم من عبير. هاي عبير. هاي، كيفك عبير؟ الحمد لله تمام. من وين عم تحكينا؟ عم بحكي من الجبال. من الجبال؟ عبير؟ نعم. عم تسمعيني؟ ايه معي. يلا يا عبير، انت اول اتصال معي اليوم. رح نشوف التابلو انا وياك وارقام طبعا مثل العاده من الواحد للتسعه. يا عبير بدها تختاري رقم. رقم اثنين. سؤال تكنولوجي يا عبير. أوكي. سؤال هين شوي عبير، عم تسمعيني؟ ايه معي. بس انا راح من عند السؤال ليه؟ ثانية بس يا عبير. طيب عبير خلينا نغير الرقم لانه ما عم ببين عند السؤال، رح ارجع اخذه سؤال تكنولوجي. خلينا نقي رقم ثاني. رقم أربعة. يلا يا عبير شو عنا ورا؟ سؤال موسيقى عبير، مين هي المغنية الشهيرة يلي اسمها بالأصل ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا؟ احتمالين ليدي غاغا أم شير. 10 ثواني. ليدي غاغا. مزبوط، جوابك صح يا عبير. خلينا نشوف جايزتها لعبير. دعوة للغدا من قصر المير أمين ببيت الدين، طبعا حلوة كتير هلأ بيت الدين بالصيفية، إن شاء الله تستمتعي بجايزتك يا عبير. خليني أخبركم أن ليدي غاغا هي من مواليد 28 أدار 1986، لأبوين أمريكيين من أصول إيطالية. وطبعا ليدي غاغا معروفة بستيلها الخارج عن المألوف، وحتى اسمها خارج عن المألوف، يعني بده ما بعرف سطر لا ينكتب كله. طبعا ليدي غاغا بدايتها كانت منك كتير سهلة، تعذبت شوي، غنت بعدة نوادي ليلية ولحتى قدروا شافوها وبلشت إلى الشهرة شوي شوي. وطبعا انتخبتها مجلة فوربز بأنها تحتل المرتبة الرابعة ضمن أكثر 100 سيدة تأثيرا بالعالم، وكمان مجلة تايم وضعتها بقائمة أكثر 100 شخص تأثيرا بالعالم للعام 2010. اتصال ثاني. ألو. ألو 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 ألو. وي بونجور. بونجور مين؟ ساندرين. كيفك يا ساندرين؟ سافا ماشي الحال. ماشي الحال. ساندرين صارلك زمان مش حكيتينا. مظبوط. شو يا ساندرين خبرينا، كيف هالصيفية مبلشة معك؟ لا كثير منيحة الحمد لله. خي 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 ساندرين. وي. يلا بدنا نربح. يلا رح نشوف، بدنا نربح، رح نشوف التابلو انا وياك. اي رقم؟ 9. رقم 9 لساندرين. شو عنا ورا رقم 9؟ سؤال موضه ساندرين. اوكي. شو هي الماده الموجوده بحجر الياقوت يلي بتعطيه اللون الاحمر؟ احتمالين الكروم ام الالومنيوم. 10 ثواني. الكروم. مزبوط، جوابك صح يا ساندرين. ميرسي. شو جايزة لساندرين؟ خلينا نشوف سوا. فزون طبعا جايزة من فزون بسيتي مول سيشن وحدة. مزبوط، الياقوت طبعا هو حجر كريم احمر اللون، بيختلف حماره من الفاتح للغامق، وبينتج هاللون بشكل اساسي من ماده الكروم، الكروميوم يعني، الموجوده فيه. وتم اشتقاق هالاسم من الكلمه اللاتينيه روبر يلي بتعني اللون الاحمر. الياقوت الطبيعيه طبعا نادره الوجود، واكثر شيء بيتم استخراجها من بيرما، لكن طبعا مثل اي حجر ثاني سعر اللي بيكون اصطناعي بيخف سعره وبصير بمقدور العالم يشتروا يعني. الو. جانو. بونجور. بونجور، من وين عم تحكينا؟ من لبوار. من لبوار. يلا
أول مرة بتتصل فينا ما هيك؟ مزبوط يلا أول مرة بتعلق خاي؟ يلا خلينا نشوف تابلو أنا وياك يا جنو وناخد رقم 1 3 5 6 7 و 8 باخد السبعة السبعة شعنا ورا السبعة سؤال تاريخ شو؟ يلا تنشوف يلا ما هيدا دايما على سؤال التاريخ بحس العالم هيك مش كتير بينبسطوا ما بتذكر ايام المدرسة يمكن يلا شو اسم النافورة التاريخية الموجودة بروما ويلي يعتقد انها بتحقق الاحلام احتمالين فونتانا دي تريفي ام فونتانا دي المورو 10 ثواني شو اسم النافورة التاريخية الموجودة بروما واللي يعتقد انها بتحقق الاحلام وبكبوا فيها العالم كوينز فونتانا دي تريفي ام فونتانا دي المورو بدي جواب خلص الوقت فونتانا دي تريفي مزبوط جوابك صح يلا خلينا نشوف جايزتك تكتيكال فتنس باي امين ديب جولدن تيوليب بجناح اشتراك لمده شهر ان شاء الله تكوني بتحبي سبار واذا ما بتحبي سبار بتصيري تحبي السبار مع امين اكيد مزبوط هي الفونتانا دي تريفي اللي تعد الاشهر بروما انتهى بنائها النافوره عام 1762 وهي من تصميم نيكولا سالفي وبيعتقد الناس انها بتقدر تحقق الامنيات وطبعا بيكبوا بقلبها عمله نقديه وبيطلبوا امنيه واكيد بالليل بيجي عدد من العاملين وبيلموا كل العملات النقدية اللي مكبوبة فيها وطبعا بتروح لجمعيات خيرية لينا هاي لينا كيفي أنا كتير منيحة وأنت يعطيك العافية مرسي من وين عم تحكينا من الزلقة كيفك بهالشوبات والله شوبات منيح بس أنا قاعدة جوا بالأيفيل هاي مباردة يلا على البرود بدنا ننقي سؤال وبدنا نربح رقم واحد شو هنمر رقم واحد سؤال أكتواليتي يلا أوكي يلا على أي ملعب يا لينا صارت المباراة النهائية بالشامبيونز ليج يلي جمعت فريق برشلونة وجوفنتوس على ملعب محايد بالعاصمة الألمانية أم على ملعب فريق جوفنتوس الإيطالي 10 ثواني فكري مزبوط على أي ملعب صارت المباراة النهائية بالشامبيونز ليج على ملعب محايد بالعاصمة الألمانية برلين أم على ملعب جوفنتوس بدي جواب ملعب محايد مزبوط جوابك صح خي شو حلو الربح جايزتك من فانكي مانكي ريستورنت طبعا دعوة على الغداء أو على العشاء لأربع أشخاص وفانكي مانكي هو كمان بدار القمر بشارع المدينة مزبوط كان على ملعب محايد وطبعا توج برشلونة بطل لأوروبا للمرة الخامسة بالفوز 3-1 بوقتها على جوفنتوس بنهائي لدور الأبطال لكرة القدم بالستاد الأولمبي ببرلين وطبعا مثل هيك مباريات دايما تنعمل بملعب محايد والأهداف الثلاثة توزعت على راكيتيتش بالدقيقة الرابعة سواريز ونيمار وخلوني أخذ آخر اتصال مع اليوم ألو الو هاي الو كيفك يا جوزيفين انت منيحه الحمد لله كيفك انت يلا جوزيفين انت اخر اتصال مع اليوم بدي سريعا نشوف التابلو انا وياك وتختاري رقم بس كثير يلا 3 5 6 8 6 الرقم 6 ايوه سؤال رياضه مين يا جوزيفين ربح اخر نسخه من بطوله الكوبا امريكا تشيلي ام الاوروغواي 10 ثواني مين ربح اخر نسخه من بطوله الكوبا امريكا اورغواي مزبوط جوابك صح مبروك عليك يا جوزيفين قسيمة شرائية من محلات إلياس للألبسة الرجالية بالحدث مشاهدينا انا برجع بلاقيكم نهار الخميس خلص وقتي معكم تبعوا حالكم باي